أخبار اليوم. مساء الخير. مساء النور. وائل الغزاوي أخبار اليوم. بنرحب بك في مصر. بنرحب بالاستاذ. بنرحب بك يا جمال. حضرتك قدمت روحي فداء للشاعر الكبير أمير الشعراء أحمد شوقي. هل ترى في تجارب تانية لشعراء كبار بثقل أحمد شوقي خير؟ وهذا ترى في أغنيات حضرتك عايز تعيد غناها بشكل أكثر تطور في الفترة اللي جاية؟ أشكرك جدا. شكرا جدا. شكرا جدا. بالنسبة للشعر المقفى العربي الموزون طبعا روحي فداء من القصائد الكبيرة اللي بنقراها في الشرقيات، وهي يمكن الوحيدة اللي سلمت من على ما أعتقد سلمت من عبد الوهاب يعني. فانبسطت جدا انه الموسيقار قال لاحظ لمح هذه القصيده ولحنها. انا تجاربي مع القصيده المقف والموزون العربي المقف والموزون قليله جدا، من خلال درس شاكر السياق، من خلال قاسم شاري، استاذ طاهر الزمخشري، والآن في عدة قصائد الآن عندي، برا شاحن على أساسها